بين احد افضل انديه اوروبا اتلتيكو مدريد وايضا النادي الاهلي في هذا المساء. كل الجماهير اليوم منذ الصباح الباكر تزحف الى مدرجات استاد برج العرب. هذا الملعب الذي تم افتتاحه في عام 2007 هو ملعب تم انشاؤه على يد الجيش المصري. ملعب يسع 86 الف متفرج، لديه اكثر من 12 بوابه، مساحته بطول وعرض 146 فدان، يمكن من اكبر ملاعب الشرق الاوسط. اليوم يستضيف اتلتيكو مدريد بكامل نجومه وايضا في مواجهه النادي الاهلي احد افضل انديه القاره السمراء. يمكن النهارده الاجواء يعني كلها مبتسمة، الناس فرحانة بعد فوز النادي الأهلي أمس واطمئنان جماهيره على مسيرته في طريقه إلى الدوري. نادي القرن يواجه أتلتيكو مدريد في شعار جديد ابتسمت له كل الوجوه وكتبت الصحف ضد الإرهاب. الكل هنا يعلم جيدا أن هذه المباراة في حب مصر، في حب السلام، في من أجل الترسيخ مبدأ لا للعنف. يمكن مرينا بفترات مريرة ولكن اليوم فترات إن شاء الله تبقى كلها فرح. دائما كرة القدم تسيد السياسة وتوجه المشهد إلى كل الأفراح. يمكن العيون اللي حواليا من الجماهير كلها جاية تفرح، جاية تهتف باسم النادي الأهلي وتبتسم باسم مصر. يمكن دي الأجواء منذ بداية فتح الأبواب ولك بكل جديد. ولكن أنقل الكلمة للزميل كريم أبو حسين من منطقة الكبار الزوار. كريم لك الكلمة. شكرا ليك زميلي كوان، اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه النادي الاهلي في هذه التغطيه الحصريه والمميزه لفعاليه هذا المهرجان، مهرجان النادي الاهلي واتلتيكو مدريد في مباراه من اجل السلام، في مباراه ضد الارهاب. من هنا من استاد الجيش المصري في برج العرب بمحافظه الاسكندريه بننقل لكم كل التفاصيل وكل ما هو جديد وكل ما يدور في الاجواء هنا في الاستاد في كل مكان، خارج بره، خارج ارض الملعب، داخل ارض الملعب. من هنا في مكاني بالتحديد امام بوابه كبار الزوار واستقبال السادة ضيوفنا النهاردة من كل الدول العربية وكل السادة الوزراء، أنباء كثيرة جدا عن حضور أكثر من وزير في الحكومة المصرية النهاردة على رأسهم المهندس خالد عبد العزيز راعي الرياضة المصرية، واللي له دور كبير جدا في مثل هذه المباريات وله دور كبير جدا في عودة الجماهير النهاردة اللي بتزين جنبات ملعب استاد برج العرب. أنباء كبيرة عن حضور عدد من السفراء العرب، سفراء الدول العربية الشقيقة على رأسهم معالي السفير أحمد القطان سفير السعوديه في مصر وجمعة مبارك سفير دوله الامارات. يعني الحضور التامين هنا في قاعه كبار الزوار في اي بي المقصوره الرئيسيه تامين على اعلى مستوى بين قيادات الجيش المصري، الداخليه، امن النادي الاهلي. بصراحه حاجه روعه في التنظيم، روعه في الاستقبال الضيوف. كل الناس داخله بالتزام من اول برج العرب، من اول دخول منطقه برج العرب لمحيط الاستاد لاماكن البوابات على المدرجات. يعني تنظيم في شرف حاجه تليق فعلا باسم النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده اللي بيقدم مبادره من اجل السلام من هنا من ارض السلام ارض مصر على ملعب الجيش المصري الراعي السلام وحامل لواء السلام على كتفه في العالم اجمع. رساله كلنا بنحملها النهارده من خلال مباراه حجم فريق عالمي مثل اتلتيكو مدريد. احنا بنقول للعالم كله اهلا بيكم في مصر، اهلا بيكم في ارض السلام. الرياضه هي العنوان الرئيسي وهي المنفذ الذي بنوصل منه رسالتنا للسلام في العالم كله. النهارده ان شاء الله باذن الله هيكون لينا لقاءات حصريه معاكم من اول وصول جميع المندوبين وجميع السادة كبار الزوار إلى المقر المقصورة ومقر كبار الزوار. هيبقى في لقاءات حصرية إن شاء الله، انتظرونا في تغطية مميزة النهاردة في كل مكان من جنبات استاد الجيش هنا في برج العرب. الكلمة ليك زميلي محمد سعيد في أرض الملعب، تضعنا في الأجواء من داخل أرض الملعب. شكرا لك زميلي كريم أبو حسين. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في الوطن العربي الكبير أينما كنتم، هنا من استاد الجيش المصري ببرج العرب ومباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد، مباراة من أجل السلام ودعما لضحايا الإرهاب. هذه المباراة العالمية الكبيرة بين الأهلي وأتلتيكو مدريد محط أنظار الصحافة والمتابعة لكل الوكالات الأجنبية خلال الساعات الأخيرة. لمست هنا داخل أرضية ملعب استاد برج العرب تواجد اكثر من صحفي اسباني حريص على التواجد مع فريق اتلتيكو مدريد ومتابعه هذه المباراه لحظه بلحظه وارسال رساله خاصه عن اهميه هذه المباراه داخل مصر، مصر ارض السلام في هذه اللحظات نهايه عام 2017. ايضا لمست وجود الجماهير بشكل كبير جدا قبل انطلاق المباراه باكثر من ست ساعات، يمتلئ بهم اماكن في مدرجات استاد برج العرب
العرب سواء في الدرجة الثالثة شمال أو في المنتصف في الدرجة الثانية. لكن من أشد اللقطات التي لفتت انتباهي خلال اللحظات الأخيرة وجود وفد من أتلتيكو مدريد الأسباني وصل إلى استاد برج العرب في هذه اللحظات بيعاين أرضية الملعب وبيشوف مدى الاستعداد الخاص بهذا الملعب لهذه المباراة. فريق أتلتيكو مدريد من الفرق الكبيرة والعالمية ومن الفرق الكبيرة في أسبانيا حريص كل الحرص على أداء مباراة قوية وأداء مباراة وكأنها رسمية، لدرجة أن حتى لمست عندما تحدثت مع الوفد الأسباني هنا داخل ملعب المباراة أنهم حريصون على متابعة أرضية الملعب ومدى جاهزيته، خاصة بعد أقيم بالأمس مباراة للأهلي في هذا الملعب داخل استاد برج العرب. وفي هذه اللحظات وأنا معكم بيتم رش جنبات كثيرة من داخل استاد برج العرب استعدادا وتجهيزا لهذه المباراة. الكل بيتحمل المسؤولية في هذه اللحظات داخل ملعب المباراة، الجميع بيأدي عمله على أكمل وجه، البنرات بيتم وضعها في الأماكن المخصصة، تحديد مكان للميكسين زون الخاص باللقاءات الإعلامية، أيضا دخول بعض الإعلاميين ودخول الفريقين من جهة محددة، تجهيز أرضية الملعب، الجماهير بتدخل بشكل سلس جدا داخل الاستاد وداخل المدرجات. لكن خلال الساعات القادمة سيكون معنا رسالة ومتابعة حية من استاد برج العرب لأهمية هذه المباراة، مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد والاستعداد الخاص لهذه المباراة من أجل السلام ودعما لضحايا الإرهاب. هذا هو ما لدينا الآن في هذه اللحظات من داخل استاد برج العرب وتحديدا داخل منطقة ال18 داخل منطقة الجزاء في استاد برج العرب. عودة من جديد إلى استوديوهاتنا وزميلي عمر ربيع ياسين، تفضل عمر إليك الكلمة.